እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራማችን የሚያጠነጥነው اصحاب الكهف ላይ ትኩረት አድርገን ዛሬ ፕሮግራም አዘጋጅተናል اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سورة الكهف فضائل اللوم دي مثل ما قرأته براسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا حيلا يا يهونا قطعة ليأسفر الرابتنا بطعام كبار نقر عمدتاتشو كبار نقر تناقراتشو إلا صلاة الرزمى سلام أنما لا من سما جيش هنا አንዴ የሚያዘው ነገር ሲሆንለት በቃ አንተ ጌታ ነህ ይሉታል ደሙ ወስው ያላመኑ ሰዎች በጣም ይቸገራሉ ስቃይ ላይ ይወድቃሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ربنا المولى الايمان